بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الجافا، وهذه تكملة لدرس الفور ستيتمنت، وهذا الجزء الثاني واللي بنتكلم فيه عن other topics، يعني مواضيع أخرى. وهذا الجزء الأول من المواضيع الأخرى اللي بنتكلم فيها عن الفور ستيتمنت. في كثير من الأحيان يكون المتغير اللي تحكم في الفور ستيتمنت نحتاجه بس داخل اللوب، ما نحتاجه برا اللوب. وبهالحالة ممكن ان نعرف المتغير داخل الانيشاليزيشن الجزء الاول، اللي عادة احنا نعطي فيه القيمة الابتدائية، لا هني ممكن نعرفه مع اعطاء القيمة الابتدائية. ويعني نحب ننبه إذا سوينا كذي، يعني ترى في شيء مهم اللي الآي بعد هذا إن ما نقدر نستخدمها برا الفور ستيتمنت. يعني لو بعد ما ننتهي من هني تبي تسأل كم الآي، ما راح تقدر تشوف قيمة الآي، لأن مجال الآي صار بس داخل الفور ستيتمنت. أما في الحالة السابقة فمجال الآي هو المجال اللي موجودين في الجمل هذه، فلو موجودين كلهم في المين إذا تقدر تشوف الآي ابتداء من هالمكان هذا إلى يعني ما بعد الانتهاء أو إلى انتهاء المين. فبحالة هذه إذا كنت تحتاج الآي بعد انتهاء الفور، لكن إذا ما تحتاجها فإذا فقط راح تحتاجها فقط داخل تعرفها مع إعطاء القيمة الابتدائية. هذا البرنامج اللي بنحاول نوضح فيه إن ممكن نسوي التعريف داخل الجزء الأول اللي موجود هنا، فبالتالي ما يحتاج أحط أعرف الآي برا، أعرف الآي مع إعطاء القيمة الابتدائية كلها يكون في مكان واحد هنا، بس مع يعني واحد يأخذ بالحسبان ان ترى الاي ما اقدر استخدمها عقب اللوب، يعني اي شيء عقب الجملة هذه ما اقدر استخدم اقول اطبع لي الاي ولا سوي شيء في اي، لان الاي ما راح تكون معرفة في هذا المكان. راح اروح للشاشة السوداء ونحاول نطبق هذا البرنامج، نقول له جافا سي 4.02.java. راح نسوي run، فنمسح .java ونمسح السي، وراح ننفذ لي الأشياء من 1 إلى 10، بس حبينا نوضح انه ممكن نحط التعريف داخل الجزء الأول. هذا برنامج قدامنا غيرنا فيه تغيير بسيط اللي هو بس بنوضح ترى مو دائما ان نسوي زيادة او نقصان بواحد. يعني عندنا هنا الاي بلس ايكوال 2، هنا زدنا 2، طبعا ممكن اقول له ماينس ايكوال 2 وممكن ابدا بالعكس. فاللي حبيت اوضحه من هذا البرنامج انه مو بس دائما تصير انكرمنت ولا ديكرمنت بزياده او نقصان واحد، ممكن نزيد وننقص، ممكن حتى نضرب، ممكن نقسم، ممكن نسوي اي عمليه حسابيه على المتغير. لو رحنا شفنا البرنامج هني نقول له كوبي، لاحظوا ياي هني، خلنا نشرح البرنامج قبل لا نروح هناك. الاي يساوي 1، بدينا بواحد، وبعدين الاي اصغر من يساوي 10، وبعدين قلت له هني الاي بلس ايكوال 2 يعني الزيادة 2 2، يعني بديت بواحد راح يصير 3، راح يصير 5، راح يصير 7، راح يصير 9، وبعدين تصير 11. إلى 9 راح تمشي صح، لما 11 راح تكون غلط وبالتالي راح يطلع برا، إذا راح أطبع القيم من 1 إلى 9 والأعداد الفردية. طبعا لو بسوي نفسه حق أعداد زوجية بدال لا أبدأ من 1 أبدأ من 2 وأزيد زيادة 2 2، وبالتالي يطلع لي 2 4 6 8 إلى أن يوصل إلى 10، وبعدين يطلع إذا وصل إلى 12. نقول له سيف احتياطا، نقول له جافا سي بيست، يحط لنا الاسم، نقول له دوت جافا، نسوي كومبايل، نمسح
دوت جافا نمسح السي ونسوي رن، والمفروض يطلع لي 1 3 5 7 9 مثل ما قلنا لكم سابقا. وطبعا لو غيرنا بنطبع الزوجي نغير بدل الواحد اللي في الانيشاليزيشن نخليه 2، وبالتالي يطلع لي من 2 إلى 10. في هذا البرنامج راح نقرأ 5 أرقام وبعدين راح نطلع المجموع والمتوسط للأرقام 5. ففي البداية طبعا عرفنا الاسكانر، يبنى امبورت حق الاسكانر، وعرفنا يعني هني سميناه كونسول وقلنا له نيو سكانر، وبعدين قلت له انتجر الان وذي السم، وعرف لي دبل الافرج، الافرج اساس ممكن يطلع فيه كسور. وفي البداية عطيت السم يساوي 0، طبعا كان في امكاني اقول له هني انتجر ان والسم بعدين يساوي 0، يعني السم راح يساوي 0 هني، او ممكن احطها في جملة مفصلة ما راح يفرق. هني بالفور ستيتمنت اعطيت هني ديكلاريشن في البداية مع انشلايزيشن حق القيمة، وبعدين قلت له ابدأ طبعا من الواحد الى ان توصل الى 5، كل مرة زيد 1. هالمرة عندي اكثر من جملة هني، لذلك اضطريت اني احط braces علشان اضمن ان الجمل كلها تنفذ. لو الواحد نسى البريسز هذه كأن الجملة هذه فقط داخل الفور، فهي اللي راح تتكرر، والجمل الثانية راح تكون كأنها موجودة خارج الفور ستيتمنت. واذا صارت بهالطريقة هذه يعني تطلع لك الرسالة هذه كم مرة، لكن ما راح تدخل او تمر على هذه الا مرة واحدة عقب ما تخلص الفور ستيتمنت، لكن اذا حطيت الاقواس راح تمر عليهم كلهم مرة واحدة. فيقول لك انتر نمبر، بعدين ينطر منك تدخل الرقم، وبعدين هذا الرقم اللي انت دخلته راح يجمعه على السم ويستمر مع الارقام 5. بعد ما يخلص من الجمع، تلاحظ هني ما طبعنا الجمع داخل لان الجمع كل ساعة قاعد نزيده، لا وصلنا الجزء الاخير هني راح نقول له السم يساوي المجموع اللي احنا جمعناه. اما بالنسبة حق الافرج فراح يساوي السم على 5. ممكن الواحد ينسى وما يحط الصفر، يعني 0.0، اذا ما حطينا 0.0 ولا كان في كسور، مثلا لو كان مجموعهم خلينا نقول 6، ف6 على 5 راح يصير عندنا 1.2، لكن ما يعطيني الا 1. لو كان بالاحرى عندي مجموعهم 4، دخلت 0 وبعض الاشياء 1 1 1 1 راح يطلع لي 4 على 5 ويعطيني 0 متوسطهم، ما راح يعطيني 0.8. فهني لازم واحد يكون حريص بعض المرات، الا اذا ان من الاصل احنا السم عرفناها انها دبل مثل الافرج، فبالتالي لو قسمنا على 5 ما يفرق لان هذه دبل، وبالتالي لو واحدة منهم دبل النتيجة تصير دبل. فعندنا هذا 404. نروح للشاشة الزرقاء حتى ننفذ جافا سي، نقول له 404.java، نسوي run. الحين المفروض يقول لي دخل رقم، خلينا ندخل ارقام عشوائيه، 2 5 8 3 6، 5 ارقام. الحين راح يوقف يقول لي انت دخلت يعني الارقام هذه، مجموع الارقام اللي انت دخلتها 24، ال 24 لما قسمها على 5 طلع لي 4.8. فبالتالي هذا البرنامج. اهم نقطة طبعا فيه اللي احنا شلون قدرنا نكرر عملية الطلب، انه في كل مرة يمر عليها اول مرة هني الاي، عرفنا اي الآي ما استخدمناها كلش داخل، لكن هي مجرد بس تخليني أتحكم أنا في عدد المرات اللي بسوي هذا الشيء، بس علشان لما أوصل حق هذا أقول له إن بعد ما أوصل إلى ما فوق 5 راح يطلع برا، لكن الآي كلش ما استخدمتها حتى داخل بعد. في برنامجنا السابق قرينا 5 أرقام،
لكن في هالبرنامج هذا نحاول احنا نخلي خلينا نقول شيء غامض، ما نعرف احنا عدد الارقام في البداية قبل البرنامج. ما نبي نغير البرنامج كل ساعة ونروح نغير اللي داخل الهني اللي كانت 5 ونخليها مرة 10، مرة بنقرأ مثلا 7 نخليها 7. لا، نبي حتى عدد المرات اللي احنا نبي نتحكم فيها ونبي نكرر، نبي نتحكم فيه من خارج البرنامج حتى ما كل ساعة نروح ونغير في البرنامج. فالتعريفات عندنا نفس التعريفات السابقة، وقلنا لهني في البداية عطني عدد الأرقام اللي أنت تبي تدخلها. وهذا الجزء الجديد في هذا الموضوع، إنه بدال لا أقول له 5 من البداية هني، لا أقول له أنت عطني، يعطيني 5، يعطيني 10، يعطيني 2، يعطيني 3، على حسب الأرقام اللي يبيها. بعدين راح أطلع له رسالة أقول له انتر هل كثر عدد. لو دخل 3 راح تطلع 3، لو دخل 10 راح تطلع 10، وبالتالي كأنه لو دخل 10 انتر 10 نمبرز. هني انا اتحكم وخليت هذا برا علشان ما بيعيده هني كل ساعة دخل رقم دخل رقم دخل رقم. لو بيدخلهم كلهم على سطر واحد راح تمشي وياي، ولو دخلهم يعني سطر ورا سطر راح ينطر 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 لما يدخل مثلا 10، اذا احنا دخلنا هناك 10، وراح يحسب مثل ما كانت الحسبة السابقة. هني راح يطلع لي السم، ما في مشكلة. لكن بالنسبة حق الأفريج هني المشكلة. ليش مشكلة؟ لأنه لو دخل لي عدد الأرقام قال لي 0، وبالتالي لما أجمع الأرقام راح يصير 0 وعددها 0، فأقسم شيء على 0 وبالتالي يعطيني خلينا نقول إيرور اللي هو إنفينيتي، يقسم على 0 وبالتالي راح يصير إكسبشن وما راح يعني يشتغل البرنامج، يعني في أثناء الرن إنه ممكن يوقف البرنامج. لذلك أخذ الحيطة والحذر إن أسأل أنا إذا كانت الجي اللي أنا دخلتها ما تساوي 0 اقسم، سوي مثل ما كنت تسوي من ساعة. لاحظوا ياي الجي والسم كلهم شنو؟ انتجر. فالقسمة هني انتجر على انتجر يعطيني انتجر. انا ايش حاولت اسوي؟ حاولت اضرب السم اول شيء بوينت زيرو علشان احولها الى دبل، وبعدين اتم عملية القسمة، وبذلك تكون نتيجة انتجر، تكون نتيجة عفوا دبل. طبعا ممكن هني اسوي كاست واحول السم الى دبل، وبالتالي بعدين اروح اقسم على الجي. اما اذا كان الجي يساوي 0 يعني يروح الالس هني، بالتالي اقول له اطبع الافرج 0 بدون لا تقسم، طلع لي ان الافرج راح يساوي 0. لو رحنا نشغل هذا البرنامج اقول له جافا سي 405.java، ونروح نمسح .java، نمسح السي ونسوي رن. في البداية يقول لنا كم رقم تبي، نقول له 3، 3 أرقام نبي ندخل. يقول لي enter 3 numbers، خلنا ندخل 3، ممكن ندخلهم على سطر واحد، أقول له 5 فراغ 4 فراغ 9 وطقيت enter. قال لي مجموع الأرقام الثلاثة 18 ومتوسطهم 6. فهني قدرنا إن إحنا نحدد، ممكن نسوي رن مرة ثانية الحين. وبهالرن مرة ثانية أنا أدخل أرقام غير الثلاثة هذه، أقول له مثلا عطني 6 أرقام، وممكن أدخل 1 1 1 5 7، ما راح يوقف، شوف ينطرني الحين أدخل لما أوصل إلى العدد السادس، وبعدين راح يحسب القيم اللي أنا دخلتها.